في أعماق غابات ميرلاند المظلمة يتواجد مخلوق بنصف إنسان ونصف ماعز يقوم باصطياد وقتل البشر والحيوانات الأخرى. غوتمان أو الرجل الماعز. معكم خادم قناة علم الأساطير ونبدأ في الفيديو. يوصف الرجل الماعز بأنه مخلوق بطول 6 أقدام، ونفس ما عارفين فهو نصف إنسان ونصف ماعز، بقرون حادة وشعر أسود مبعثر ومخالب، ويحمل معه فأس حاد اللي هو وسيلته للقتل. أول ظهور للرجل الماعز كان في ولاية ميريلاند الأمريكية في عام 1960، ولكن كان الخبر منتشر بين سكان المنطقة فقط. وفي عام 1970 نشرت إحدى الصحف المحلية عن خبر الرجل الماعز، وكانت هذه نقطة انتشار أسطورة الرجل الماعز في أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية. بعدها بأسبوعين نشرت نفس الصحيفة خبر عائلة الإدواردز اللي ضاع منهم كلبهم واللي تم العثور عليه مقتول بصورة بشعة ومرمي بجوار إحدى الطرق، وقالت بنتهم وأصدقائها أنهم شافوا لهم مخلوق غريب وضخم بجوار بيتهم في الليلة اللي فقدوا فيها الكلب، وتم ربط هذه الحادثة بمخلوق الرجل الماعز. أكثر قصص القتل اللي ارتبطت بالرجل الماعز هي قتله للأشخاص اللي قاعدين يوقفوا سياراتهم في الغابات أثناء الليل. فأثناء عثوره لإحدى هذه السيارات، أول شيء يقوم فيه هو ضرب إطار السيارة بفاسة لمنع ضحاياه من الهروب، وبعدها يهجم عليهم ويقوم بقتلهم أجمعين. ولو استطاع أي أحد الهروب من السيارة، يقوم الرجل الماعز بملاحقته بين أشجار الغابات المظلمة لين ما يقضي عليه بفاسة. ظهرت روايتين لأصل الرجل الماعز. الرواية الأولى هي أن الرجل الماعز نتاج لتجارب فاشلة في إحدى مراكز البحث المتواجدة في ولاية ميريلاند، وانتشرت هذه الرواية بشكل واسع جدا لين ما قام مركز البحث بنفي هذا الكلام. الرواية الثانية هي أن الرجل الماعز كان عبارة عن راعي ماعز عادي، وكان منعزل بنفسه داخل الغابات. في أحد الأيام جو مجموعة من الشباب وقاموا بقتل جميع الماعز اللي عنده. لما شاف الراعي الماعز مغطى بدمائه أصابه الحزن الشديد، ولجأ لطقوس شيطانية عشان يخفف من حزنه، ولكن هذه الطقوس الشيطانية انقلبت عليه وأصبح رجل شبيه بالماعز. فهذه الفترة صار الكثير من المغامرين ومحبي الرعب والأمور الغير طبيعية يروحوا للبحث عن الرجل الماعز في مناطق أصبحت معروفة بأن هذه المناطق يتواجد فيها هذا المخلوق، وهي غوتمان فورست غابة الرجل الماعز، وغوتمان بريدج جسر الرجل الماعز. وتم إنتاج فيلم قصير بعنوان غوتمان اوف كاناناسكس في عام 2017. وهذه نهاية الفيديو، وفي أمان الله.